مساء الخير، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونحن نحتفل ونستقبل ضيفا عزيزا يحمل معه كل صفات الإيمان، الصفاء، التقوى، والصبر، والمثابرة، والحمية لمساعدة الآخرين والمحتاجين. إنه شهر الله الذي أيامه من أفضل الأيام، ولياليه من أفضل الليالي. إنه بحق شهر المغفرة، العبادة، والرحمة. إنه شهر رمضان، إنه عبق من الرحمة، وها نحن اليوم نعتلي منبره لكي نتنعم سويا بعضا من ذلك العبق، آمنين بأن يعم السلام والوئام في سائر أبقاع الأرض، وسائرين المولى القدير أن يتقبل صيامكم وقيامكم، وأن يجيب جميع دعواتكم، إنه سميع مجيب. أهلا وسهلا فيكم جميعا مشاهدينا الكرام، ومن عم تتابعونا بهذا البرنامج الشيق عبق من الرحمة، الذي سوف يكون معكم كل يوم اثنين من 7 إلى 8 بتوقيت ديربورن ميشيغان بأمريكا، طوال شهر رمضان المبارك، حيث نستضيف معنا فضيلة الشيخ محمد العلي الحلبي، وفضيلة الشيخ محمد المرديني، والأب حليم شقير اليوم. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا. شكرا لحضوركم. وطبعا بدنا نحيي ايضا السبونسرز لهالبرنامج، ميدوست ريسايكلينج، الاخ عبد الله هاشم، وليمو اكسبرس، استاذ مروان فرج، فبنشكرهم جميعا، وبنشكر طبعا مستمعينا ومشاهدينا عبر الفيسبوك وواتساب ميديا نتورك على هذه اللفته الرائعه. اليوم موضوعنا فضيله الشيخ محمد ومحمد والاب حليم، ومفهوم الصوم عند الاديان الالهيه واثرها الروحي والصحي. وسوف طبعا نستهل يعني هذا الموضوع بالآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مين بحب يبلش؟ أستاذ محمد، الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذا البرنامج الطيب، ورحب بالضيوف الكرام الأب حليم سمحت الشيخ محمد. والموضوع من أجمل المواضيع التي يمكن أن نشارك بها، باعتبار نحن في أولا في شهر رمضان الحمد لله، ونبارك للأمة الإسلامية جميعا بهذا الشهر الكريم، سائلين المولى أن يتممه بخير وعافية وقبول الطاعات والدعاء إن شاء الله. بالنسبة للآية الكريمة التي تحدثت بها، هي موضوع يمكن المناقشة به كثيرا، باعتبار أو الموضوع بالأحرى موضوع البرنامج. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أهم ما يمكن أن أبدأ به هنا، حتى أترك المجال للنقاط الأخرى أنتم تتفضلوا بها، هو أن الغاية من الصوم في كل الأديان هو التقوى، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فغاية الصوم وغاية أي عبادة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نسعى لهذا التقرب، وعلينا أن نتذكر بأن العبادات دائما يمكن أن نفعلها بأفضل وجه، لكن نبقى نخشى القبول. فلذلك يجب أن نسعى لأن يقبل الله سبحانه وتعالى منا هذه الأعمال خلال هذا الشهر الكريم. وأترك المجال لسماحة الشيخ قبل أن نبدأ. يا سيدي، الله يبارك فيكم في هذا البرنامج الكريم وفي عبق الرحمة الذي أسأل الله أن يعمنا جميعا هنا وفي كل مكان من العالم، وأسأل الله أن يكون من بركات هذا الشهر السلام والأمان والرحمة لكل الناس. أنا أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة يعني لمشاركتكم في هذا البرنامج في التحدث عن أثر الصوم وعن أهميته، ليس فقط في الأديان بل على الإنسان، لأن هذا يعني المقصود من الصوم، وهو صوم اللسان وصوم القلب وصوم الفكر عن الأذية، وعن أن يكون يعني فنحن في صيامنا إن شاء الله هو أن نهذب أعمالنا
وأن النصر يعني تظهر من أخلاقنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والهدف من الصوم هو التقوى، والتقوى كما قالها الإمام علي عليه السلام هي مخافة الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فالصوم هو تهذيب لأخلاقنا، وأيضا من أجل أن يعني تكون أجسامنا خالية من السموم التي نأخذها في السنة. وكما تعلمون اليوم معظم الأطباء يقولون بأن صيام 16 ساعة أو أقل من ذلك هو أفضل شيء لمعالجة جسم الإنسان من كل الأمراض التي هي موجودة فيه كالسكري والكوليسترول والضغط، وهذا كله عائد للحديث الشريف صوموا تصحوا. نعم صفر، نغوص في كل المواضيع في عمق، ولكن نستمع فقط للأب حليم. أبونا، من نظرتكم كيف تفسرون الصيام؟ أولا أنا أشكركم جزيلا على الدعوة الكريمة، وبتمنى للجميع رمضان كريم وشهر خير وبركة، مثل ما تفضلوا أختي سماحة الشيخ حلبي والمرديني، أنه يكون هيدا شهر خاصة يعم فيه السلام والمحبة والوئام بالعالم كله. شرفنا، الله يحفظك. شكرا شكرا أخي. الصوم مثل ما كمان تفضلوا، هو الصوم هو وخاصة بالمسيحية هو مسيرة، يلي هي مسيرة بيمشي فيها الصائم أو بتمشي فيها الجماعة لحتى تلتقي بالله، لأنه الصوم كمان هو بده يكون بيتبع، وراح مثل ما نشوف الصوم بده يكون دايما مرافق مع الصلاة، والصلاة هي لقاء مع الله. فالصوم بالمسيحية كمان بده يكون دايما في معه ارتباط بالصلاة، وارتباط كمان مثل ما نحن رح نحكي أكثر كمان بالانقطاع عن مأكولات معينة بهالفترة. وهو بالمسيحية كمان مرحلة استعداد لأعياد، دايما الأعياد الكبيرة بيكون في قبل صوم، لحتى مثل الإنسان بيستعد روحيا وجسديا لحتى يستقبل العيد. واضح شيخ الحلبي. إذا أردنا أن نوضح للمستمعين والمشاهدين ما هو المقصود من الأثر الروحي، كيف تعلل أو كيف نستفيد في هذا النقاش في الأثر الروحي غير الصوم أنه عدم الأكل والشرب أي التقيد يعني؟ نعم، هو الصيام مفهومه هو الابتعاد عن الغرائز في أوقات معينة من خلال النهار. فإذا تلاحظ الصوم هو أن يترك الإنسان غريزة الطعام وغريزة الجنس، فبالتالي يمنع عنه هذا الشيء إلى أن يأتي الليل. فهذه أولا تنظم حالة الإنسان وتجعله متمكنا في إدارة غرائزه، لأن الغريزة إذا هاجت ولم يستطع أن يسيطر عليها الإنسان تقوده إلى المعاصي وتقوده إلى الهاوية. فالعملية أنه يتمكن منها ويتحكم بها، فهذا يصبح شيء عظيم، رياضة روحية للإنسان تماما. الله سبحانه وتعالى نلاحظ في الحديث الشريف ومروي من جميع المذاهب أن الصوم لي وأنا أجزي به. يعني كل العبادات هي لك، لكن الصوم لله سبحانه وتعالى ويجزي به. ما مفهوم هذا القول؟ إذا تلاحظ أن العبادات كلها فيها إيجاب، يعني فيها إثبات، فيها أن تفعل شيئا، بينما الصوم هو الوحيد، العبادة الوحيدة التي هي نفي مطلق. نفي يعني لا تفعل شيء، تتوقف عن فعل أشياء كثيرة. والإيجاب عادة الأفعال التي فيها إيجاب لا تظهر كامل العبودية لله، ولا تظهر كامل إيمانك بربوبية الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه ممكن أن تشرك مع الله شيئا آخر، يمكن أن يكون عمل فيه رياء، يمكن أن يكون عمل فيه لغير الله سبحانه وتعالى. أما النفي أو الترك فهذا
لله فقط، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهل تخلق حالة روحية تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى في كل العبادات الأخرى؟ يعني إن صلى صومه يقربه أكثر. مثلا ما تفضل سماحة الأب أنه الصلاة، الصوم مشروط بالصلاة أيضا، والصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فالصوم تعطي روحية لكل العبادات الأخرى، نعم، باعتبارها أنها مشمولة من الترك التي فيها النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. نعم. قبل أن ننطلق وننتقل لسماحة الشيخ وسماحة الأب، بدنا بس ننوه أنه أي حدا عم الكل عم يحضرنا على الفيسبوك، بفضلكم تحطوا الأسئلة بالكومنتس باكس، وإذا بتحبوا أيضا يعني تشاركوا هذا الفيديو منكم ممنونينكم. وبتشكر مرة تانية لسبونسرز ميد وست ريسايكلينج وليمو اكسبرس. طبعا ما عندنا هون اي اوردر معين بالاسئلة، يعني بنبدأ بالشيخ حبيبك بلاش الحلقة، بس اذا سمحت الاب عنده اي مداخلة او سمحت الشيخ عندك اي مداخلة ايضا، يعني ما في اي ترتبية، نفس السؤال شو بتحب تضيف على اللي فضل فيه الشيخ؟ اولا يعني اضافة الى ما قاله سماحة الشيخ سيرة الاب، الصوم الى جانب انه يعني تترك بشكل فيزيكلي بشكل جسدي بشكل مادي الطعام والشراب وايضا الاعمال الغرائزيه للانسان، الا انه في الحقيقه كما جاء في بعض الايات الكريمه ايضا الصوم عن اذيه اللسان، يعني اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، الصوم عندما يصوم الانسان يصوم بجوارحه بكليته لان يدخل في العباده، ويحتاج بذلك الى نيه. فمن اول الشهر يقول انه قد صام لله سبحانه وتعالى، نويت الصيام 30 يوما لله، وعندما يدخل في هذه العباده يتجلى له العمل الكريم الذي ينبغي ان يقوم به. الى جانب الامتناع هناك شيء ايجابي ينبغي ان يفعله، واولا نفسه ينبغي ان يمتنع عن أزية نفسه باي معيار من معايير الاخلاق التي جاءت، وهي ان كان يوم صوم احدكم فان احد سببه او شتمه فليقل اني صائم اني صائم اني صائم، وهذه ليست هينة على النفس. صح. يعني الذي يجابهك في يوم وانت تعلم ان هناك في اعمالنا اليومية هناك ما ترى من اشياء يعني تصدق، من اشياء قد لا تعجبك، من اشياء قد لا تكون يعني عملية في الحياة، فانت عندما يواجهك مثل هذا الامر وتنفعل فاجابتك على ذلك اني صائم اني صائم اني صائم، فهذا يعيدك الى وضعك الى وجودك الى كيانك الى روحك. والصوم رفعة في الجسد في الفكر في الروح، وكل هذا ينبغي ان يتجلى في الجوارح. وقد ذكرت لك اني نذرت للرحمن صوما، قال رسول صلى الله عليه واله وسلم من لم يترك قول الزور والعمل به فليس الله فلا حاجه، يعني الله ليس في حاجه الى ان يترك طعامه وشرابه. فهنا يعني ينبغي ان يكون هناك صيام بالكليه. نعم. سمعت الاب على اللي تفضلوا فيه سمعت الشيخ محمد، سمعت الشيخ محمد عندك اضافي او بتحب تقدر يعني بتحب انه تضيف شيء او تنوه على شيء ما تفضلوا فيه بعد؟ نعم، انا بحب كمان انه ضيف يلي تكلموا فيه سمعت الشيخ مرديني والحلبي، انه اقول كمان روحانيه الصوم بالمسيحيه شوي لحتى اعطي فكره. نعم. لحتى تفضل. تنعرف تفضل. المسيحية نشأت مثل ما كنا بنعرف ببيئة يهودية، وكان في شرط يعني بتعليم شريعة موسى انه كل الشعب بده يصوم يوم الغفران، كان بالشريعة مرة بالسنة بيكون يوم الكفارة او يوم الغفران، والشعب كله بيصوم ليلة هو التوبة والعودة عن ذنوبه والعودة الى اللقاء مع الله، بكان يوم الغفران. وبعدين بالمسيحية كمان كان صار المسيح صام مدة 40 يوم. نعم. راح على البرية وانقطع 40 يوم عن المأكل والمشرب. ليه؟ لأنه لا يعطي هو مثل أنه بعد هالأربعين يوم راح وتواجه
مع الإبليس أو مع الشيطان وانتصر عليه. فالصوم كمان هو بيكون المرحلة روحيا أنت بتساعدك بجهادك الروحي للانتصار على التجارب القاسية بالحياة. نعم. فأنت الفترة يلي بتصوم فيها مثل ما تفضل شيخ، انقطعت عن الأكل، انقطعت عن الكلام المسيء، انقطعت أنت قويت جسدك، يعني مثل واحد عم يعمل رياضة، مثل واحد راح على النادي. نعم. عم بيكون بفترة هالثلاثين يوم صوم أو هالأربعين يوم مثل الصوم بالمسيحية. نعم. واحد عم بيعمل جهاد روحي لحتى يتقوى بالمشاكل يلي والصعوبات والتجارب يلي تواجهه بالحياة. فهو الصوم روحيا بيساعدنا لنواجه التجارب يلي الروحية بتواجهنا بحياتنا. نعم. فإذا هون السؤال بيطرح نفسه لضيوف الكرام، يعني لما سمحت الأب وسمحت الشيخ محمد وسمحت الشيخ محمد، هو أين يعرف الإنسان أنه يعني مش أنه كيف عم بيصوم، أو متى يعلم قيمة الصيام، أو متى يفقد هذه القيمة؟ يعني اليوم إذا الإنسان صائم مثلا نرفز شوي، صار يعيط ويصرخ أو شيء، أنه فهمش السؤال؟ أنه ممكن إيه جدا إيه إنه, إنه, إنه متى يفقد الصائم هذه القيمة يعني الممتازة يعني صراحة؟ صحيح. لا شك أن القيمة في الصيام ذكر الله التقوى. نعم. يعني لعلكم تتقون. نعم. وفي هذا الشهر بشكل خاص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فصله، لأن الصيام ليس هينا على النفس، يعني أن تمتنع عن الشيء، أن تمتنع عن المحرم يكون صعبا. نعم. فكيف تمتنع عن المباح؟ نعم. أن تمتنع عن المباح وهو أن يعني لا تأكل، لا تشرب. نعم. لا تتحدث بحديث يعني كما هو. نعم. معروف، أن تقصر وقتك على أن تستفيد علميا من مراجعة المعلومات التي تعينك على حياتك الأبدية. نعم. لأنه كما تعلم هذا الثواب، ثواب الصيام كما ذكر الصوم لي، كما ذكر شيخنا حديثه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ الحلبي، الصوم لي وأنا أجزي به. نعم. فكيف بالخالق العظيم لهذا الكون المتناسق. نعم. والخالق لهذا العقل الذي خلقه بشكل عجيب، لأن هذا العقل هو الذي أفرز ما نراه وما نتمتع به في حياتنا. نعم. كيف تقف أمام هذا ويقول الله لك هذا لي، هذا وأنا أجزيك به. نعم. يعني وفي هذا الشهر كما ذكرت لك هناك ثلاثة أشياء نحن نتنعم بها إن تعاملنا بها. الرحمة. نعم. رمضان أوله رحمة. نعم. وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. نعم. هذه ليست فقط بمعانيها يعني literally بمعانيها الكلامية، إنما بممارستها، بوضعها موضع الممارسة في الحياة. نعم. عندما يصوم الإنسان يشعر بالجوع فيتذكر الفقراء. صح. الذين لا شيء لديهم، لا يأكلون لا يشربون، فهذه عندما تذكرهم ويكون في مالك حق لهم. نعم. أن تطعمهم أن تسقيهم. ليش؟ شوف يعني من شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. طعام مسكين. فإذا في هذا الشهر الكريم نتذكر الفقراء، نتذكر المساكين. That these people that they don't have and you have to share. Yes. فأنا أترك الآن الكلمة لفضيلة الشيخ الحلبي. الحلبي تفضل. في حديث شريف عن إمام علي: مغبون من تساوى يوم صومه بيوم فطره. فنحن حتى نجعل ميزان لصومنا ولروحانية الصوم، وأننا فعلا هل نحن نستفيد من شهر الصيام، علينا أن نقيس يومنا هذا الصائم الذي نصوم به بيوم فطرنا. فهل يتساوى هذا اليوم مع يوم فطرنا أم لا؟ فإذا كان يتساوى معناته ما استفدت شيء من الصوم. دائما الصوم المفروض يعطيك شيء أعلى، شيء أكثر من مضافة. الإيجابيات. نعم. قيمة مضافة دائما. نعم. يقولون دائما أنه بشهر الصيام مفروض تترك الكذب، تترك السرقة، تترك الحرام. هذا مطلوب بكل مكان، كل مطلوب الأيام. في كل يوم السنة. نعم. لكن الصوم يساعدك على ماذا؟
على أن تتوقف عن هذه الأمور. فأنا بصراحة أعتبر أن الشهر الصيام أو شهر رمضان هو دورة تدريبية سنوية. أشك في كل سنة الله يدرب عبده، يعمل له دورة تدريبية على الطاعات، فأن نجح في هذا الشهر ينجح في بقية الشهور، وأن سقط في هذا الشهر فهو ساقط في بقية الشهور. نعم. سمحت الأب أيضا، هل عندك أي إضافة أو أي شيء ما ذكره وتحب تضوي عليه؟ أنا كمان إضافة لإله سمحت الشيخ، مثل ما قال الشيخ حلبي، الصوم يلي الصدقة والأعمال الرحمة بدها تكون معنا كل السنة. نعم. ولكن نحن وقت عم نخصص الفترة يلي عم نصوم فيها، نحن عم نعود جسدنا، عم نعود فكرنا، لأنه الصوم هو فترة إنه يكون واحد يتقرب فيها أكثر. يعني أنا عم بقول هيدا النهار أنا اللي صايم فيه رح أترك هالمشاغل اليومية يلي عم بتكون لعندي، عم خصص وقت أكثر للصلاة، عم خصص وقت للقراءات الدينية، عم خصص وقت للدروس. يعني إن كانت بالمسيحية أو بالإسلام، المؤسسات الدينية أو إن كان بالجامع أو بالكنيسة، فترة الصوم هي فترة استعداد وتدريب. وخاصة كانت بالمسيحية كانت الفترة الأربعين يوم لكل يلي بدهم يجوا يتعمدوا أو يدخلوا بالدين المسيحي، كان يصير كل يوم في دروس دينية لقلهم بهالأربعين يوم لحتى يتعمدوا ليلة عيد الفصح. نعم. ففترة الصوم هو فترة تدريب إيماني، تدريب روحي، ومنحمل نحن معنا هيدا الزاد يلي بناخده بهالأربعين يوم ليكمل معنا ببقية السنة. واضح. هلا بدي انا فوت بموضوعي اللي هو حيفوت بالسؤال هنا عبر الفيسبوك، وبنعم نذكر مستمعينا ومشاهدينا اي سؤال عندك او اي استفسار او اي شيء حطوه بالكومنت بوكس، واحنا من وانا بساله لسماحه الاب ولسماحه الشيخ محمد. الشيخ محمد، هو ما فرق بين الصوم والصيام؟ وفي السؤال اجى بيقول بشكل عام ما هي المفطرات، يعني شو يوم طبعا غير اكل وشرب وغير اللي فضلنا فيه هلا فضلتوا فيه سماحتكم، ما هي مفطرات؟ بس بالأول حتى نخلي بس نضو الضوء على ما هو الفرق بين الصوم والصيام. أشار سماحة الشيخ إلى هذا المعنى. نعم. الصيام بالمعنى الاصطلاحي هو التوقف عن الطعام والشراب. نعم. خلال شهر رمضان. نعم. هذا يسمى بالصيام. نعم. الصوم أعم من الصيام، الصيام جزء من الصوم أو مصداق من مصاديق الصوم. نعم. الصوم هو التوقف عن كل شيء أنت بتتوقف عنه، كالكلام إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسية، صامت عن الكلام. نعم. فصومها سمى الله، لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال قولي إني نذرت للرحمن صوما، ما قال صياما. نعم. لأنه توقف عن الكلام وليس عن الطعام والشراب. نعم. فالصوم هو أن يصوم الإنسان عن كل ما يسيء لنفسه ويتجرأ به على الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا الصوم. والصيام الذي أحقق فيه الواجب وهو شهر رمضان. نعم. يعني أنا إن صمت من الفجر إلى المغرب عن توقفت عن الطعام والشراب فأنا صمت وأديت الواجب. نعم. فلا أقضي هذا اليوم. نعم. ولكن هل هذا الصيام حقق لي المصداق الكامل للصوم؟ هل توقفت عن معصية الله؟ هل توقفت عن الكذب؟ هل توقفت عن الغيبة والنميمة؟ إذا لم أتوقف فحققت الحد الواجب للصيام. وإن توقفت فقد حققت مصداقا أكثر من مصداق الصيام وهو الصوم، لأني توقفت عن معصية الله سبحانه وتعالى. فالصوم هو الإمساك، الإمساك عن كل ما يسيء للإنسان ويسيء علاقته مع الله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. سمحت الأب، ما هو مفهومك مفهومكم في الديانة المسيحية حول فرق بين الصوم والصلاة؟ هو نفس الشيء أيضا؟ يعني ما في فرق لغوي باللغة. نعم. يعني بين الصوم والصيام، ولكن بالمسيحية الصوم هو مثل واحد عامل يوتيرن، يعني بده يكون في توبة. نعم. كان في شيء عم بيصير بحياتك وانت عم تعمل يوتن وتوبة لحتى ترجع للي مطلوب، للحالة الإنسانية
يلي هي مطلوب تكون انت فيها هيدي العلاقه وقربك لله اكثر. نعم. فهيدا هو المفهوم بس. نعم. ما في يعني كلغه بين الصوم. نعم. والصيام. سمعت الشيخ. الله يبارك فيك. يعني هذا المعنى كما ذكر فضيلة الشيخ الحلبي وايضا يعني اضاء او سلط عليه الضوء سيرة الاب بان الصوم والصيام هي طبعا كلمات لكنها لها معاني كبيرة. فالصوم بالكلية هو اساسا المطلوب، اما القول بالصيام يعني ان تصوم عن الطعام والشراب وعن الممارسات اللي هي حتى يعني ممارسات قد تكون مقبولة او قد تكون يعني فيها اذن من الله سبحانه وتعالى في غير رمضان ان تكون ممتنعا عنها في شهر رمضان، فهذا امر لتحقيق امر ما وهو التقوى. التقوى بالكلية يعني ليس امتناع، هناك امتناع وهناك ايضا فعل، فالفعل المطلوب من الامتناع عن الصيام هي ممارسة الامور التي توصل الانسان الى تقوى الله فيكون في كليته، في الكلية الانسانية يعيش في الرحمة، يطلب من الله المغفرة لانه نحن مطالبين بان نتراحم، فتراحموا، وهذه الرحمة إذا ما وضعت بين الناس عم السلام، عم الأمن، عم الرخاء، عم الحب، عم التوائم والمغفرة، لأن الإنسان يعني دائما متعرض للشيطان. نعم. يعني لا تتبعوا خطوات الشيطان. والإنسان كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنحن عندما نتوب في هذا الشهر ويعني نضع أنفسنا ليس فقط في الصوم، في الصلاة، في الدعوة، في قيام الليل كما هو معلوم ومشهور أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان. نعم. وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، يعني الشياطين أصبحت بابها مغلق على النفس التي تستجيب لأمر الله، تستجيب لأن تكون روحها كيانها يعيش في رحمة تامة وهي السلام. يعني كما قلت أنا في البداية مع نفسه أولا ثم مع أسرته. في هذا الشهر ينبغي أن يكون هناك تواصل ليس فقط مع أبنائه، مع زوجته، بل وأمه وأبيه وأخوته، بل حتى أن تمتد إلى الأقرباء وأقربائهم وجيرانهم. وهنا تجد أن الدعوة إلى الإفطار، من فطر صائما فقد باء بأجره لا ينقص من أجره شيئا، يعني لا ينقص من أجره الصائم شيئا. فهي دعوة للاجتماع، دعوة لنشر هذه المفاهيم الاجتماعية بين الناس. فإذا أطعمت الفم استحت العين. صح. فإذا أنت دعوت من بينك وبينه حصام وأذلته في هذا الشهر، لأنه هذا مطلوب منا أن نفعله، أن نتراحم فيما بيننا، أن يغفر أحدنا لأخيه، لجاره، لقريبه، لمن يتعامل معه. وفي هذا الشهر هو شهر الخير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معلمنا ومعلم البشرية أنه أسرع بالخير من الريح المرسلة. فإذا ما سئل شيئا أعطاه. وأعطى النصيحة وأعطى الخير وذكر الناس بأن يمتنعوا عن أذية أنفسهم، أسرهم، المجتمع المحيط بهم. نعم. فهذا المعنى هو الصوم بالكلية. نعم. نعم. ما هذا ما أردت الإشارة. نعم. مشكورين طبعا. نذكر بس لكل حدا على فيسبوك إذا عنده أي سؤال أو أي استفسار أو توضيح يحطه بالكومنت باكس. ونرجع طبعا نشكر هذا السبونسرز ميدوس ريسايكلينج ولمو إكسبرس على هذه التغطية الرائعة. بس إكمالا لسؤالك. ايه سألت سؤالين انت. نعم. ما هو نعم المفطرات. نعم. ما هو هلا ما هو رح نرجع له هلا. نعم. فهلا دخلنا باسئله مثل عامه عن شهر رمضان مثل المفطرات. يعني مثلا المفطرات شو تعريفها يعني وشو هي المفطرات؟ يعني المفطرات هو كل ما يكسر صوم الانسان، كل ما يفسد نعم صوم الانسان هي يسمى مفطرات. نعم. فكالأكل مثلا والشرب ويعني بعد نعدهم بشكل عام. نعم. الأكل، الشرب، الجماع. نعم. الاستمناء. نعم. الحيض. نعم. والنفاس. نعم. المرأة
وهناك بعض الأمور مختلف فيها بين الفقهاء كالدخان الغليظ والغبار الغليظ إذا دخل من خلال الفم، وأيضا رمس الرأس بالماء أنه كل رأس الإنسان كله يكون في الماء. بعض الفقهاء يقول أنها من المفطرات كسيد الخوئي رحمة الله عليه، وبعض الفقهاء لا يقول أنها من المفطرات كسيد السيستاني مثلا، لكن الرئيسيات هو الأكل والشرب والجماع والاستمناء، هذه هي الأمور الرئيسية التي متفق عليها بأنها تفسد صوم الإنسان إن ارتكبها، بعضها عمدا وسهوا وبعضها عمدا. نعم وسهوا لا شيء فيه، سهوا عادة يعني غالبا يعني بعض الأمور من أكل ناشيا أو شرب ناشيا خاصة في أول الأيام قالوا لا شيء فيه يكمل صيامه، ولكن إذا استمر بعد أن يتذكر فقد فقد أفطر. وأيضا تأتي أمور أخرى طبعا في المجتمع، أنا ذكرت عندنا عندنا وعندكم لا شيء فيه هي ليس هناك عندنا وعندكم. الفكر الأساسي أنه منقول من الكتاب وحديث النبي وقراره وقضائه وممارسته لهذه الأمور. الإفطار هنا يعني في الماضي كان رسول يستخدم السواك من أجل يعني أن يضع في فمه ولا يبلع، ولكن في مجتمعنا اليوم استعمل فرشاة الأسنان لأنه إنسان يريد أن يخرج إلى العمل بعد أن يستيقظ من النوم. نحن عندنا أيضا يعني المضمضة وهي غسل الفم أن يغسله برفق حتى لا يعني ينزل أي شيء في 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 البلعوم. ال يعني فرشاة الأسنان لا شيء فيها يعني لا تفطر. وأيضا يعني إذا كان الإنسان يعني من أيضا المفطرات، هل هي من المفطرات السفر؟ ماذا عن الاستحمام؟ الاستحمام لا شيء فيه، يمكن أن يستحم ولا شيء فيه، ولكن السباحة يعني هم يعني تحرجوا فيها من أجل الحيطة الأحوط يعني، لأنه إذا نزل في الماء بكليته قد يبلع ماء فيفسد صيامه. هذا من الناحية العملية، من الناحية أما المريض يعني حدثنا في شيئين هو السفر والمرض. المرض بالكلية لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، واختلف بين المرض المستمر المرض المزمن والمرض اللي هو يعني فلو فور اكزامبل فترة معينة او محددة او الى اخره. فهناك خلاف بينهم، هل يقضي صيامه كما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى انتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخرى، فهو يقضي ان كان قادرا على القضاء. وانما اذا كان يعني غير قادر على القضاء فهو يدفع الكفارة فالفطرة التي تدفع للفقراء وأطعامهم. يعني النص أنك ستطعم فقيرا فتطعم، يعني سينتشر الخير إلى المعوزين إلى المساكين إلى الأيتام إلى الفقراء الذين لا عاهل لهم. فالمريض هنا كما ذكرت هناك مرض آني ومرض مزمن، فالمرض المزمن لا شيء عليه إلا أنه يلتزم بآداب رمضان بأن لا يأكل خارجا، بأن لا يجلس في يعني علنا على شرفة منزله ويأخذ ويشرب يعني هكذا. هذا أم الالتزام بآداب الشهر إن لم يستطع الصيام ضمنا، لأن لا أحد يطلع على جوفنا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال الصوم لي، يعني أن تدخل على من تشاء يعني عريان يراك، أما أنك مكتسي لا يرى. لأنه أن تكون جائع فلا أحد ينظر في معدتك على هذا الأمر. فالصيام بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والمعذرة العذر الذي يكون فيه وبينه وبين الله الذي يعني ولا حرج يعني على أن يكون مريضا، المريض لا حرج عليه. أما المسافر فهنا وقع بين الفقهاء أشياء من الأخذ والرد. لأن السفر قطعة من عذاب. وقال من نوى السفر في يومه أفطر، وهناك تحديد أن يكون السفر قبل الظهر والعودة بعد الظهر، وكل هذه القضايا والمسافات التي يحدد فيها صعوبة المشقة في تحملها للصائم. كما تعلم نحن اليوم نسافر بالسيارة الكنديشن وكل شيء، في الماضي لم يكن لديهم سيارات ولم تكن لديهم هذه الأمور. وحتى في السيارة
الإنسان كمان لديه صعوبة، حتى في الطيارة كمان لديه صعوبة. فهنا خلاف بين مدارس الفقه في تحديد هذه المسافات وفي كيفية يعني التعامل معها. ولكن في الكلية المفترات معروفة، وهي يعني مادية كما ذكر فضيلة الشيخ. وأيضا هناك من قال الكذب، الكذب من كذب على الله. فمن لم يترك قول الزور، الكذب وشهادة الزور والعمل به، فلا حاجة الله لحاجة لأن يترك طعامه وشربه. تفضل. قبل أن نكمل سماحة الشيخ وسماحة الأب، بدنا بس نتوقف مع فاصل إعلاني قصير وثم نعود. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. نتابع هذا الحديث الشيق مع فضيلة الشيخ محمد علي المرديني، عفوا محمد علي الحلبي والشيخ محمد المرديني، فيش فرق طبعا، والأب حليم شقير. الأسئلة اللي كان عم بيغطيها سماحة الشيخ المرديني هو السفر، الاستحمام، السباحة، العمل. سماحة الشيخ محمد علي الحلبي. نعم. بالنسبة للسفر، تفضل سماحة الشيخ بالإشارة إلى الخلاف بين المذاهب والمدارس. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني هنا نحن نقول أنه هنا يوجد تقدير أنه وجبت عدة من أيام أخر، فعليه القضاء. وبالتالي عندنا لا يجوز الصوم في السفر، حتى المستحب، الصوم المستحب لا يجوز في السفر، فعليه أن يقضي. الآن التفاصيل أنه كيف، ما هو المسافر؟ مجرد صدق عنوان المسافر شرعا فيصدق عليه أنه مسافر، فبالتالي يفطر ولا يجوز له أن يصوم. هل لو كان السفر ضمن عمله هل بده يقضي؟ هذا سؤال جميل. أوكي. من عمله السفر أو عمله في السفر فلا يفطر ويتم صلاته. من عمله السفر أو يعمل في السفر، يعني يحتاج ليسافر ليعمل، فهؤلاء يتمون صلاة ولا يفطرون. لأنه هذا خرج عن عنوان المسافر العرفي. ماذا عن الاستحمام أو الحمام؟ عادي، واحد يأخذ دوش أو كذا يعني يستحم، مسألة عادية. الإشكال فقط في قضية رمس الرأس في الماء. أنه حتى لو جسمي أنا نزلت في البركي، كل جسمي من عدا رأسي ما عندي مشكلة، ما في حد، كل الفقهاء ما في إشكال عندهم. الإشكال فقط في أنه كامل الرأس ينزل في الماء. مشهور الفقهاء عندنا يقولون بأنه من المفطرات. وبعض الفقهاء يقول ليس من المفطرات، أو يحتاطون احتياط استحبابي أو مكروه مثلا. عند السيد السيستاني مكروه أن الإنسان يغتسل رأسه بالماء، لكنه ليس من المفطرات. فقط الاحتياط. للاحتياط. لكن هذا هو بالنسبة للرمس، يعني حسب من الإنسان ومن يقلد من الفقهاء. طيب اليوم سمحت الأب، في صيامكم طبعا هو شوي مختلف عن صيامنا قليلا، يعني طبعا مش بالمفهوم أو القيم أو الآداب، ولكن في كيفية ممارسة، يعني الممارسة. هل عندكم يعني أي قوانين قريبة ما هذا القوانين ولا ما بتفرق؟ ما في قوانين محددة، ولكن فترة الصوم الأربعين بالمسيحية في عدة أصوام، ولكن الصوم المشهور هو 40 يوم، يلي مثل ما قلنا هو استعداد لعيد الفصح أو عيد قيامة السيد المسيح. فبهالأربعين يوم بالصوم التقليدي بالمسيحية هو الانقطاع عن كل المنتجات الحيوانية. والهدف كان من انقطاع عن المنتجات الحيوانية للعودة مثل ما قلنا للعلاقة الأولية يلي كانت مع الله.
لانه نحن بالعلاقه بالمسيحيه الفتره يلي كانوا فيها ادم وحواء موجودين هن بهالشركه بالجنه مع الله والصوم الاولاني يلي هو الله وقت قال في هالشجره ما بتاكلوا منها ليه لحتى يقول انه فيكم انتم لازم تعودوا حتى لادم وحواء قال لهم لازم تعودوا نفسكم وتمتنعوا عن شيء محدد ولكن هن عملهم ادى لحتى يصير في يلي بيسمى بالمسيحيه يلي هو السقوط او يلي هو هالانفصال بين هالعلاقه يلي كانت فالانقطاع عن المنتجات الحيوانيه على والعوده بس الاكتفاء بس بالنبات هو العوده لهالعلاقه يلي كانت الاولانيه مع والشريكه يلي كانوا ادم وحواء موجودين فيها. طيب في سؤال لو سمحتكم طبعا شيخ محمد شيخ محمد والاب اليوم فرضا يجيك حدا فقير او غير ميسور الحال بيقول لك طب انا انه انا صائم طول السنه مثلا او شبه صائم طول السنه بحاجه لمساعده معينه او يعني ما هو رأيي طبعا من هي الصوم هو على يعني على كل ما يجب عليه الصوم بس انا بحاول اوضح فكره قد تكون عالقه في اذهان بعض الناس انه اذا حدا ما عنده قدره انه مثلا ما بعرف يعني مش ميسور الحال هل الصيام ايضا يقع يعني بيعمل استثناءات على هيك مواقف ولا لا؟ هو الاستثناء يعني الاستثناء ذكرت في القرآن الكريم. نعم حسن. فهنا يعني اولا الصوم جسديا على كل قدر مكلف. نعم. يعني وصل الى عمر التكليف اللي هو الحيض للنساء وايضا البلوغ للاولاد وهذا الصوم هو كما يعني ذكر الله ان يصوم نعم. الانسان بجسده وبجوارحه يعني نعم. كل هذه الامور ولكن الفقير ليس مكلفا بان يدفع صدقه الفطر اوكي لا ليست عنده مش واجب حاجة وليس واجبا ومن يعلم حاله يعني انت بتعرف انه كانت البيوت متقاربه الاحياء يعرفون بعضهم بعضا نعم. وهناك من هم يعني من اهل البر والخير نعم. من يقومون بذلك فنحن في الصيام مطلوب منا ان نبحث عن الفقراء وأن نعينهم وأن نساعدهم لذلك لاحظ حتى صدقة الفطر كانت بما هو ميسور في زمانهم صاعم نعم. من بر صاعم من تمر صاعم من شعير صاعم نعم. من زبيب والاختلاف بذلك فقط لحتى يعني كل واحد على قدره نعم. أن يعطي ما شاء أن يعطي لله سبحانه وتعالى وأيضا صوم الفقير أنه يعني كما ذكرت صائم كل السنة يعني في صيام السنة ممكن أن يفطر في يومه يتيسر له في يومه أما في شهر رمضان فتجد أنه 30 يوما له أمور له قواعد له مفطرات له محفزات له أشياء يعني إذا سألت أنت في كل السنة معوز ممكن أن يعني يسأل إذا استطاع يذهب إلى المسجد يعرفه من هو حوله فيعينونه إذا كان الأب فقير على الإبن أن لا يجعله في هذا الموقف يعني قضاء في الإسلام يحكم على الإبن أن يعين أباه وأن يعين أمه والأقربون أولى بالمعروف يعني أنت عندما تكون شوف يا سيدي إعطاء ذي القربى من الأمور البديهية في شرعنا نعم. في شرع الله ولاحظ أن الفرض يعني لدينا أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة نعم. موصولون مرتبطون ببعضهم بعضا نعم. وهنا في شهر رمضان كل فعل خير يقوم به الإنسان يثاب عليه أضعافا مضاعفة من الثواب نعم. إذا ما فعله في غير رمضان نعم. لذلك ترى أنه في رمضان تعطى الصدقات تعطى الزكوات تنشر الخير تقوم يعني تفرش موائد الإفطار نعم. ويأتي إليها من يأتي لاحظ الحديث الشريف قال من فطر صائما ولم يقل من فطر فقيرا نعم طيب فهنا تدعو إلى مائدة الطعام المحتاج وغيره فهم نعم. يدخلون كلا معا ويأكلون على مائدة شوف يعني له الأجر التحديد نعم. الأجر هو المطلوب نعم. من إفطار الصائم سواء كان غنيا أم فقيرا نعم. ونترك الحديث نعم. الآن لفضيلة الشيخ الحلبي ولسيادة الأب حليم أما التعليق لو سمحت كمان
حتى بس أعطي السؤال اللي بعده حتى بس يكون عم بكي في تدمج لأنه فقط للوقت فقط لو سمحتوا. إذا حدا معه داء السكر يعني هو عم نحكي عن الإفطار والمفطرين والفقراء والميسورين وهيك، إذا حدا معه داء سكري أو ضغط أو حيالله حالة صحية أخرى، شو الحكم باستمرارية صيامهم إذا بيقدروا أو شو حكم إذا ما بيقدروا؟ إذا ما بيقدروا أنا بعتقد زاروا بخانة إنه مريض وما علي حرج، أما اللي معه داء سكري وعم بيقدر يصوم هل هذا شيء عادي مش هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلنا القرآن يقول نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا حكم هذا حكم نعم. نعم الآن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم يطيقونه، من هم الذين يطيقونه؟ يعني يصعب عليهم الصوم. نعم الصوم يسبب لهم ضعفا بدنيا شديدا. نعم هذا الذي يطيقونه يعني في صعوبة بالصوم. نعم فاللي عنده مرض مزمن ويحتاج لأن يأخذ الدواء نعم خلال النهار، مثل مثلا اللي عنده كلاوي أو عنده بحصة نعم. لازم يشرب مي، لازم يشرب سوائل. نعم. اللي عنده سكر لازم يأخذ بعض النشويات أو بعض الأكل حتى الأدوية حتى ما يضعف. نعم فهذا معذور أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا فقط عليه أن يدفع فدية طعام مسكين. إن استمر المرض إلى رمضان القادم ما عليه شيء نهائيا، فقط هالفدية اللي دفعها. نعم إن شوفي من هذا المرض خلال السنة قبل رمضان القادم يقضي ينسف. هذا إنما الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا ما قاله في نهاية الآية الكريمة. نعم. أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض الناس له فقط هذه ملاحظة. نعم. على الهامش بعض الناس يريد أن يتحدى الله. لا إله إلا الله. نعم. الله يقول أنا أنك مريض لا تصوم. يقول أنا ما بشعر بالهذا لازم صوم. أنت عم تتحدى الله سبحانه وتعالى. نعم. الصوم إذا كان يضرك لا يجوز الصوم في هذه الحالة. لأن الله لا يريد لك الضرر. صح. الله يريد لك اليسر ولا يريد لك العسر. وهي نقطة مهمة جدا. كثير ناس اليوم بيقولك أنا ما بشعر بشيء أو هيني صمت شهر بس ما بيعرف شو بيتراكم عليه بعدين. صح. ما هي هالقصة. هو يعني معلش نحن دائما من الحكمة قبل دخول شهر رمضان نقوم بكل يعني الفحوصات الطبية والمخبرية حتى يكون الإنسان على وضع يعني يستطيع أن يصوم، لأنه لا يجوز له كما قال سمعت الشيخ نعم. أن يلقي بنفسه إلى التهلكة نعم. لأن هذا الأمر يعني معروف إنسانيا وفكريا وعلميا أن الإنسان عنده يعني طاقات معينة، إذا ما صام عنده واجبات بده يقوم فيها نعم. فإذا هو مريض الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الفسحة نعم. والفقهاء كلهم أقروا هذه الأمور بأن الإنسان المريض لا يصوم حتى لا يضر بنفسه وغيره، لأنه إذا وقع أهله بده يكونوا مشغولين فيه يبتلوا به كما كان نعم. فعلى الذين يطيقونه فدية طعام. وهناك أمور أخرى يطيقونه يعني لا يستطيعون الصوم، مثلا الجنود نعم حسنت الذين هم على يعني يقومون بحماية الناس وحماية الدولة هذا قد لا يستطيع الصيام أوكي، لكن في فترات الإجازات تبعته ممكن أن يعني يعوض هذا الأمر. الذي أيضا هناك الذين يدخلون الآن الامتحانات يعني نعم يعني نعم. يعني الآن فترة امتحانات خاصة إذا كان إنسان عنده امتحان في مجال الطب في مجال نعم. الهندسة امتحان مصيري نعم 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 يعني هناك أشياء يمكن أن لكن إذا استطاع أن يصوم هو أولى نعم. أما إن لم يستطع لتعبه فإجهاده قد لا يطيقه في ذلك اليوم نعم. قد يعوض يوما نعم. آخر بذلك والله أعلم. ويعني لكن هناك أشياء أنا كنت أحب ذكره. نحن دخلنا الشهر نعم. كيف دخلنا الشهر؟ يعني هناك مواقف توقيتية واضحة لدخولنا في شهر نعم. رمضان. عفوا بس حتى على موضوع مولي بس حتى فقط بس طبعا مع فاصل علينا نعود لحتى ما تكفي الفكرة وأطشك عليها، فمطلب الفاصل علينا نرجع ونرجع بنحكي بالموضوع. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام لهذا الحديث الشيق مع فضيلة الشيخ محمد المرديني وفضيلة الشيخ محمد العلي الحلبي وسماحة الأب أيضا حليم شقير. شرفتونا. قبل ما نروح على الأسئلة اللي وردتنا عبر الفيسبوك ومع منذكر أي حد عنده سؤال أو استفسار أو توضيح يتفضل أو تتفضل تحطه على الكومنت باكس وإحنا بناخده. طبعا عم تحكي عن انه كيفية دخول شو معالم دخول شهر رمضان وبنرجع بنفوت على الاسئلة مع فضيلة الشيخ محمد علي الحلبي. يعني احنا كنا نريد لانه هناك جدل قائم دائما في عملية يعني دخول شهر رمضان وبداية العبادة. يعني جعل الفقهاء شهادة الواحد للدخول في العبادة. شهادة الواحد. قالوا ان قال انه رأى الهلال فقد دخل الشهر القمري فقد دخل شهر رمضان. من المتعارف عليه انه يعني هناك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه يعني رؤيه الهلال وما وهناك احداث طبعا مرت في ذلك. فنحن اليوم في عالم مختلف تماما. بمعنى انك تستطيع ان تستعين بكل الادوات الحسابيه والفكريه والعلميه التي استثمر الانسان فيها جهودا طيبه. اوكي، لانه نحن الحكمه ضاله المؤمن. اينما وجدها التقافها. فهناك معايير وحسابات تعطى، لانه يعني بصرف النظر عن صيام المسلمين المسيحيين اليهود، لكن تعطى بهذا الاطار لمعرفه المواطن الكونيه في هذا العالم. يعني الله سبحانه وتعالى قال للشمس والقمر، والشمس والقمر بحسبان. بحسبان يعني محسوبين تماما في دورتهم الدائمة منذ خلق الله السماوات والأرض. وأيضا القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في آية أخرى لتعلموا عدد السنين والحساب، عدد السنين والحساب يعني تتعلموا الحساب. فهناك من يناقض هذه الأمور ويقول لا أخذوا بالحساب. الحساب قد يخطئ. أنا أقول الحساب هو يقين لأنه علم قد تكرر. نحن عندنا استقراء، استنباط، استحسان. فهناك إذا تكرر هذا الموضوع ينظر فيه، ينظر من أجل المصلحة وتجميع الأمة على يوم الصيام وعدم الخلاف في ذلك، ويستعينوا بهذا الحساب على دقة الرؤية وأين ترى ومتى وفي أي لحظة وفي أي زاوية. كل هذه العلوم موجودة. فإذا أخذت ناسا الذين يعني مش شافوا القمر بالنادور، لا، نزلوا على القمر. وهناك ساتلايت، يعني الآن نحن ننشر هذا البرنامج التلفزيوني الشيق عبر الساتلايت، لو في 50,000 ساتلايت حول القمر. وهناك لأبنائنا، لأننا عندما نفعل ذلك يكون هناك شرخ بين أبنائنا وبيننا في هذه العلوم، وتطور هذه العلوم أمر لا بد منه. هاي صراحة مولانا هذه موضوع شيق، هذا يحتاج صراحة موضوع حلقة لحاله. فقط ضيق الوقت طبعا، لا نقصد مقاطعة ولا بأي شكل نأسف، ولكن فضيلة الشيخ إذا عندك شيء إضافي على كيفية أنه معالم شهر رمضان وعلى الأسئلة للجميع يلي جتنا عن السفر، مسافة بالتحديد، عن الدورة الشرعية عند المرأة و على السريع أجيبك حتى ما أخذ الوقت. لن أضيف شيء على سماحة الشيخ الآن لأنه هذا موضوع شوي يحتاج على موضوع حلقة كاملة. ونقاش جميل جدا. بالنسبة للسفر عندنا المسافة 44 كيلومتر، يعني 22 ذهابا و 22 إيابا. أو بالميل تقريبا تقدر ب 12.5 ميل تقريبا. ذهابا و 12.5 ميل إيابا. إذا حدا سافر أكثر من هو بيفطر. بيفطر بعد السفر. فهي المسافة الشرعية طبعا، بحيث إنه يتجاوز حدود مدينته هذه المسافة. يعني مثلا أنا بديربون، بعد ما أطلع من حدود ديربون بحسب المسافة. مش من بيتي يعني. بحسب المسافة بعد ما أطلع حدود من المدينة. من دخول المدينة الأخرى. بالنسبة للي عنده وجع راس. إذا كان يستلزم الصيام زيادة الوجع وعدم التحمل فهذا صار معذور. أما أنه لا، ما بيضطر يأخذ دواء وأنه عنده عادي هذا الوجع الرأس سواء أفطر ولا ما أفطر، فهنا هو الذي يقدر نفسه ويقدر الحد الذي يستطيع أن يتابع
الصيام فيه او لا. نعم. بعض الناس بيحبوا يتدلل شوي على الله. نعم. انه انا يعني ما بتحمل مرضان شويه. لا، اذا فيك تتحمل مو مشكله، المرض الذي يؤذي نعم هو الذي معفو عنه في الصيام. اما بالنسبه للدوره الشهريه فمجرد ان تدخل المراه في الدوره الشهريه تقطع الصيام والصلاه. الصلاه لا تقضيها ولكن تقضي الصيام. نعم، هذا صحيح، هذا يعني إجابة كاملة. لكن بالنسبة للمسافة يعني 70 كيلومتر اللي هي المسافة 30 كيلومتر ب 30 كيلومتر اللي هي عبارة 35 أصدق 35 35 كيلومتر بالنسبة للسفر اللي قد تصل إلى 70 كيلومتر، فيعتبرون هذا يأخذ أكثر من يوم، لأنه كل ما تقطع أنت مثلا هون بيقولوا لك والله بتقطع خلال ساعة 4 أميال مشيا. نعم. عندما تكون راكبا أقل، فلاحظ أن هذه المسافة اعتبرت بأن تأخذ أقل اليوم، لأنه إذا وصل وعاد قبل الظهر تختلف عند وصوله قريبا من الإفطار أو قريبا من الظهر، فهنا يكون قد مضى أكثر يومه أو مضى أقل يومه بالنسبة لحكم الإفطار أم لا. ولكنه إن كان على سفر يعني ونوى السفر يعني يفطر كما يعني هو مذكور في 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 القرآن، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام. أما ألم الرأس كما ذكر فضيلة الشيخ، عندما نصوم أول 3 أيام سيحدث لك وجع الرأس. يعني ستمتنع. ليش؟ لأنك ستتغير كليا. صح. مش بس القهوة، القهوة وتغيير نمط الحياة. يعني عندما كان يفطر الساعة 7:30 الآن سيأكل الساعة 4 صباحا ويمتنع الساعة 4:40 عن الطعام، ولا يفطر إلا بعد مغيب الشمس 16 ساعة. ليس هينا، وخاصة في الأيام الأولى. لكن كما قال فضيلة الشيخ أنه يقدر وجعه وتحمله بنفسه، أو إن كان مريضا يأخذ الأدوية فلا شيء عليه. المرأة هي نفس الحكم، يعني تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها، لأنها إن كانت يعني قادرة على هذا الأمر فلا بد منه وليس عليها حرج. أما تحديد الفترة فهي تعرف بالضبط تحديد فترتها، لأن كل امرأة عادة من هذه العادات. التي أما الحامل التي وضعت حملها وقد يعني يصل من 45 يوم إلى 60 يوم بحسب وضعها الصحي، الحامل ليس عليها صيام شهر رمضان إن كانت قد وضعت في هذا. وكذلك قالوا يقيس عليها المرضع التي تريد أن تطعم طفلها إلا يعني بهذا. ماذا عن العمال الذين يعملون؟ هذا آخر سؤال وبعدين نحطك المجال لكل واحد من سماحتكم حتى يتركنا بخلاصة أو برسالة أخيرة. ماذا عن الموظفين مثلا بالعمار أو بالفرن حد النار أو بمنجم الفحم مثلا؟ يعني أنه هل هذه أعمال هن بيكون صحيين، بس طبيعة العمل البيئة المحيطة فيهم هل تسمح لهم؟ هذا يدخل في عنوان الذين يطيقونه. أوكي. إذا كان هو استمراره في العمل في هذا اليوم، طبعا هو يحتاج إلى معيشته. نعم. فهو بحاجة لهذا العمل لكي يعيش. صح. فبدونه لا يستطيع، يعني يصبح فقيرا. نعم. فإذا كان يستطيع أن يتحمل فلا بد منه. إذا كان لا يستطيع أن يتحمل فمثلا من عمله جنب بيت النار. نعم. فهنا يشرب بما يسد الرمق. نعم. يشرب بما يسد الرمق، لكن ما عليه كفارة، وإنما عليه أن يقضي. نعم. هذا اليوم. طبعا هذه التفاصيل. نعم. لابد من في المستقبل نذكر بعضها. طبعا كله حنذكر. هلا نحن عم نمرق بس بصورة عامة على مواضيع كتير، مثل التوقيت، مثل الإمساك، مثل المفطرات، مثل الناسا والتكنولوجي. نعم. كيف تحدد. نعم. بس هي كلها إن شاء الله في الأسبوع القادم نفوت فيها أكثر إن شاء الله. نعم. يعني هذه الأمور لابد يعني كما قلت، أولا الذي يعني يحدد صعوبة العمل هو نفس العامل الذي يقوم به، كما ذكرت لك الجنود الذين هم على الحدود ولهم ينبغي أن يكونوا يقصين ولا آخره. وأما الذي يعمل أعمال يعني هارد صعبة جدا لا يستطيع فيزيكلي جسديا أن يتحملها، فهو الذي يقدر بقدرها. ولكن لا ننسى أنه يأخذ يعني يومين في الأسبوع عطلة، يعني لا يعطيه إذنا بأن يفطر هذا الشهر كله، لكن ندعوه ونذكره بأنه يتحين الفرص التي ممكن أن يأخذها من أجل أن ينال الجائزة
بعد نهاية هذا الصوم وهي المغفرة والعتق من النار بإذن الله تعالى. ما هي مدة الإمساك قبل الفجر؟ يعني عفواً أمتين بيمسكوا قبل صلاة الفجر؟ تبلشت تدخل بالعمق. لا ما هذا سؤالي هنا عبر الفيسبوك. إيه نعم نعم. إيه لا طبعاً من اليوم ما رح نحسن نجاوب على كل الأسئلة. فقط أوضح على السريع. نعم. المفروض وقت الفجر هو نفسه وقت الإمساك. نعم. يعني ما في فرق بين وقت الفجر ووقت الإمساك. لكن بسبب اختلافات المؤسسات اللي عم تعطي أوقات الصلاة فنحن بنحتاط بالإمساك حتى نتأكد بأنه أمسكنا قبل الفجر، ونحتاط بالصلاة فنأخذ الوقت المتأخر حتى نتأكد بأن صلاتنا وقعت في الفجر. نعم. وبالتالي نجد هذا الفرق بين الإمساك تقريبا بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة يعني. نعم. هي نعم. هو هي نفسها واحتياط نفس الشيء يعني واحتياط. هي نفسها يا أخي. نعم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني إن شاء الله نبحث في هذا الموضوع إن شاء الله طبعا تعمل. ولكن كما ذكر الإمام الشيخ محمد أنه وقت إمساكك بالضبط هو وقت أذانك، لكن الاحتياط واجب حتى لا يكون عندك خطأ في الساعة فتنظر إليها. وإذا فعلت ذلك لا شيء عليك. نعم. أتم صيامك. رسالة أخيرة مرة حنبلش عند الأب حليم اللي شرفنا مرتين بشكل حضورك. رسالة أخيرة فقط واحد من يصلي. أنا بشكركم كتير مرة تاني وبتمنى للجميع سهلا. رمضان كريم. وبتشكر إنه جماعتنا مع سماحة الشيخ مرديني وشيخ حلبي بتشرفنا معه. وبتمنى أنا كلمة أخيرة إنه مثل ما شفنا إنه الصوم هو مسيرة نحن إن كان مسيحي ولا إسلام نمشي فيها كلها سوا. نعم. لحتى نتقرب فيها لله ونمارس هالعبادات. نعم. فبتمنى للجميع إنه يكون هالشهر هو شهر هالمسيرة الحلوة بالصوم والقرب كله من الله، ونكون نعم. المحبة تملأ قلوب الجميع، لأنه بهالصوم هو اللي بنفتح قلوبنا لبعض وبنفتح قلبنا لله لحتى تدخل السلام والمحبة بعالمنا وبقلوب بعضنا. نعم. سمعت الشيخ محمد علي حلبي كلمة. أولا أشكر سمعت الشيخ أنه سمعت الأب أنه استجاب للدعوة. نعم. ثانيا ذكرت أنا قبل يومين قبل دخول شهر رمضان على الفيسبوك لعلكم تتقون وليس لعلكم تتخمون. هلا الافطار بعد نص فبعض الناس للاسف كل همهم اثناء الصيام شو بدهم يفطروا. نعم. شو بدهم يطبخوا، مين بدهم يعزموا، مين كذا. لا تجعل همك الاكل، همك التوبه وقبول من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا أقول لكم زيادة على ذلك بعد شكري للقائمين على هذا البرنامج الطيب والطيب ولمشاركتنا مع الأفاضل مع سيادة الأب ومع سماحة الشيخ، أقول لكم بأن الصوم هو مدرسة لنا جميعا لأن نتقرب فيها إلى الله، وهو عام في الحياة الإنسانية كلها ولجميع أديان الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو مدرسة لأن نتعلم ونعود ونؤوب إلى الله سبحانه وتعالى الرحمن الغفور، حتى يعتقنا جميعا وننال الجائزة في نهاية هذا الشهر. نعم. المبارك إن شاء الله. فأنا أنصحكم بأن تتراحموا وهذا أهم شيء في هذا الشهر المبارك. نعم. سماحة الشيخ محمد علي الحلبي سيدة الأب حليم شقير وسماحة الشيخ محمد مرديني بشكركم، بشكر جميع المشاهدين السبونسرز لمو اكسبرس وميدوست ريسايكلينج، بشكر جميع اللي سألوا اللي عفوا اللي ما قدرنا نوصل لسؤاله الجمعة الجاية على الأكيد. ما تنسوا تحضرونا جمعة الجاي نهار الاثنين الساعة 7، وأيضا تحضر جميع برامج واتساب ميديا نتورك كمان عندهم برامج شيقة على مدار الأسبوع. فإن شاء الله ملتقانا القادم نهار الاثنين الجاي الساعة 7، كونوا على موعد، اسألوا كل أسئلتكم وعملوا شير للفيديوز لحتى توصل الكلمة والعبرة لأكثر عدد من الناس. تصبحوا على ألف خير وإن شاء الله الصيام مقبول، إفطار شهي. يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم. شكرا. شكرا والسلام عليكم.